جايب لك بقى 10 فنيات، حاجه في منتهى الجمال في برنامج البريمير برو. الفنيات دي مش بس هتسهل عليك الشغل في البريمير، هي كمان هترفع من الانتاجيه بتاعتك بشكل كبير جدا. وانا عايزك تتابع معايا كده وتقول لي كام فنيه من ال10 فنيات اللي هنقولهم في الفيديو دوت انت كنت عارفهم. يلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله، أنا عمرو عطلة. أول حاجة هنتكلم عليها وهي الماركرز. الماركرز أو العلامات بتاعتنا في التايم لاين. تايم لاين زي دوت، ده فيديو البريمير بالكامل كنت شارح فيه البريمير بالكامل، فده التايم لاين بتاعي، ده شايف القطعات فيه قد إيه، ففي دوشة كبيرة جدا. أنا بالنسبة لي الفيديو دوت عامل معايا ساعة و42 دقيقة، فعشان أقسم التايم لاين بتاعي دوت عشان أبقى عارف الجزء دوت السكشن دوت مثلا بتاع الإنترو، السكشن دوت بتاع الإفكتس، لو أنا في عندي تعديل في اي حته في الفيديو، انا لو شايف التايم لاين بالنسبه لي كده انا كده هتوه جدا، فمش هبقى عارف تعديل فين بالظبط. فالماركر بتاعتي، العلامه بتاعتي اللي هي ات ماركر دي كده، مندوس عليها هنا كده فعمل لي في التايم لاين الجزء ده. طيب مش ده اللي انا جاي اكلمك عليه بالظبط، وهي ان انا ممكن الماركر بتاعي دوت احدد منه سيكشن في التايم لاين. لو دوست على زرار الالت واتكيت وفتحت كده او شديت يمين او شمال، الماركر عندك بتتفتح او بتزود المده بتاعتها بالمنظر ده كده. فانا هحط الماركر بتاعتي من اول هنا، فبقى عندي الجزء ده كده اللي انت لو بصيت معايا ده الانترو بتاع الفيديو بتاعي. برضو مش دي كل حاجه، لو انا اتكيت كده تكتين على الماركر هيفتح لي الخصائص بتاعته. هنا ممكن اسمي الماركر بتاعي اللي هو اكتب مثلا انترو واتك اوكي. لاحظ معايا الماركر بتاعي بقى الاسم بتاعه كده انترو. برضو ممكن اتكل لي تكتين واختار لون الماركر بتاعي، اخلي الانترو بتاعتي مثلا باللون الاحمر وهدوس اوكي. ده كده بقى الانترو بتاعي في التايم لاين. اي وقت من الاوقات عايز اروح للانترو هبقى عارف السكشن دوت بتاع الانترو بتاعي. بالاضافه لميزه كمان في الماركرز، ان انا مثلا لو عايز اعدل على جزء معين في التايم لاين، فانا دلوقتي عندي الماركرز بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، انا كاتب كل حاجه بالماركر. فلو عايز اروح على جزء معين انا ممكن ازوم كده شويه هنا واشوف مثلا انا اعدل على الجزء اللي فيه الفونتس، هدوس عليه كده بينقلني على طول للسكشن بتاع الفونت على طول. فدلوقتي الموضوع واضح جدا ليك في الشغل وسهل جدا للتعديل. تاني فنيه معانا، فلنفترض مثلا ان انا شغال على سيكونس بروجكت بتاعي 1080 والداتا اللي جايه معايا كلها 4K، وانا عايز احط الداتا بتاعتي كده على التايم لاين، ولو جيت وقفت على الداتا او الفوتج بتاعتي هتلاقي ان هي مقصوصه، لازم اخش على السكيل واعمل لها سكيل 50% عشان ترجع لي المقاس ال 1080 لانها 4K ضعف ال 1080. ففي طريقه تخلي ان انا الداتا بتاعتي على طول اشدها وارميها في التايم لاين وتتحول على طول للسكيل مره واحده؟ اه في طريقه، وهي ان احنا بنخش على ايديت وبعد كده ريفرنسز بعد كده ميديا، وهنا الاختيار بتاع الديفولت ميديا سكيلينج نان اللي هو ما تعملش اي حاجه انا هبحدد. لا احنا بنغير هنا الديفولت دوت بنخليه سيت تو فريم سايز. ويجي هنا سؤال مهم جدا عجبني ان هو جه في دماغك، ايه الفرق ما بين السيت تو فريم سايز والسكيل تو فريم سايز؟ وهنا باختصار انت لو اخترت الاوبشن بتاع سكيل تو فريم سايز، البريمير هنا بيعمل زي ريسامبلنج او اللي هو بيدمج الفيديو ال 4K بيخليه 1080، هو السكيل اللي كان 4K بقى 1080 خلاص. لكن ان انت تعمله سيت تو فريم سايز، البريمير هنا بس بيغير السكيل بتاعه يخليه من 100% ل 50%، فانت ما خسرتش الكواليتي بتاعت ال 4K، ممكن في اي وقت ترجع ان انت تكبر السكيل تاني، وبالتالي ممكن تعمل زوم ان او زوم اوت بشكل افضل. فست تو فريم سايز هي افضل من سكيل تو فريم سايز. ودلوقتي لو دوست اوكي بقى عندك، لو انت لاي فيديو زي ده كده شديته ورميته في التايم لاين هو بينزل على طول ويتعمل له سكيل 50%، لانه هنا بيتبع السيكونس بتاعك سواء كبرت او صغرت. يعني لو انت شغال على 4K وعملت الاوبشن دوت ورميت فيديو 1080، فانت باي ديفولت هتلاقي البريمير خلى الفيديو ال 1080 دوت بتاعك سكيل لل 4K، فهتلاقي عندك السكيل بقى 200%. ثالث حاجه معانا بقى وهي الكي فريم. لو احنا مثلا عندنا فوتج زي دي كده واحنا عملنا شويه افكتات عليها وعملنا كي فريم في شويه الافكتات عليها دي كده، فبقى المنظر كده يعني لو انت دخلت عايز تعدل اي حاجه بتلاقي الدنيا ملخبطه شويه او كبيره شويه، انا عايز الم الدنيا دي بحيث ان هو يظهر لي بس الحاجات او القيم اللي انا معدل فيها بس، مش عايز كل اللي انا قدامي ده، انا عايز اللي انا شغال عليهم بس دولت. فهنا بتلاقي عندك الفلتر ده كده، لو دوست عليه كده فلتر بروبرتيز دي، لو دوست عليها كده واتك على شو اونلي كي فريمد بروبرتيز، لو اتكيت عليها كده بيبقى هنا ظاهر لك بس الكي فريمز اللي انت عامل لها التوجل انيميشن اللي هي القيم اللي معمول لها توجل انيميشن. وممكن برضو نختار اللي هو الشو اونلي اديتد بروبرتيز دي، لما هنا بنختارها بيظهر لك كل القيم اللي انت عملت عليها تعديل او ادجستمنت. وممكن كمان تعمل لهم شورت كات مخصص ليهم اللي هو تخش على اديت بعد كده تك على
كيبورد شورت كاتس، وهنا انا عملت شورت كات بتاعها اللي هو الت سبيس اللي هو الت ومسطره يعني، واتك على اوكي. دلوقتي لو انا واقف هنا على الجزء ده كده هنعملها تاني شو اول بروبرتيز كده، واتكيت على الت سبيس فبيظهر لي هنا اللي هي الشو اونلي كي فريمد بروبرتيز. رابع حاجه ودي بحبها جدا جدا في الشغل، وركز معايا عشان هتعجبك جدا انا متاكد برده، وهي ان انا يبقى عندي شويه كليبات كده فوتج، فلنفترض ان هم عددهم زي ما احنا شايفين كده حبه الحلوين دولت، عايز ابدا اشوفهم قدامي في التايم لاين عشان ابدا ان انا اقصهم واحطهم على الفيديو بتاعي في السيكونس بتاعي. في العادي كنت بعمل ايه، كنت بمشي على الكليب كده بالماوس ابدا اشوف الجزء اللي انا شايفه حلو ممكن يبقى معايا مفيد في الفيديو او لا، او ان انا ادوس تكتين على الفيديو فيفتحوا في السورس مونيتور بالمنظر ده كده، وابدا اشوف الجزء اللي انا محتاجه في الفيديو واعمل له مارك ان، وامشي شويه اخد مارك اوت فيبقى ده الجزء اللي انا محتاجه، فبشده من السورس مونيتور ارميه عندي في التايم لاين بالمنظر ده كده. فده اسلوب ومنهج في العمل. في حاجه تانية بقى، اسلوب تاني جميل جدا، وهو ان احنا بنعمل سيكونس تاني. فتعالى كده نعمل سيكونس تاني، ركز معايا، ده السيكونس اللي احنا شغالين عليه. ممكن نعمل سيكونس تاني، هاجي هنا اتك على الاوبشن ده كده واتك على سيكونس نيو سيكونس وابدا اختار السيكونس بتاعي، ولكن انا برضو بفضل ان انا هعمل نفس السيكونس ده كده، اتك عليه واتك كنترول سي كنترول في، فبقى معايا السيكونس دوت متكرر مرتين. دلوقتي هاجي على السيكونس الثاني ده كده، ولنفترض ان احنا عايزين نسميه عشان ما نتلخبطش برده، هدوس عليه تكتين وهسميه مثلا ايه اديت. دلوقتي هفتح السيكونس ده ادوس عليه تكتين، فبقى معايا اتنين سيكونس، السيكونس الاساسي والسيكونس الاديت. هاجي بقى هعمل منظر جميل جدا وبيريح جدا في الشغل، وهو ان انا اجيب السيكونس اسمه اديت ده كده، انا عايز السيكونسين فوق بعض، هشده كده وهاجي على اوبشن ده كده لما يبقى عندي السيكونس فوق السيكونس بالمنظر ده كده واسيب. دلوقتي بقى عندي السيكونسين فوق بعض، ليه بقى بعمل كده؟ عشان اجي عندي اقوم ساحب كل الداتا بتاعتي بالمنظر ده كده ورميها في السيكونس اللي اسمه edit. دلوقتي انا ممكن اتفرج على الداتا بتاعتي كلها كده وانا شايف عندي في السيكونس ده كده، مثلا انا الجزء ده كده عجبني، هقوم قاطع دي كده ودي كده ومش هديتها، رميها في السيكونس الاساسي، واقوم ماشي اخد الفوتج اللي بعديه مثلا من اول هنا كده، هقطع دي كده همشي شويه واقوم شادد رميه في السيكونس الاساسي، وهكذا وهكذا وهكذا. دلوقتي انا يعني بقى عندي سيكونس بقطع فيه وبشوف منه الحاجات المميزه، وسيكونس بتاعي بتاع الشغل اللي هو النهائي اللي انا هرندره ده بيبقى ايه نظيف على نظافه كده، بترمي فيه الداتا بتاعتك وتخلي الاصل بتاعك فوق، تبقى عارف انت خدت انهي جزء بالظبط، عارف انت محتاج انهي جزء ما خدتش منه حاجه خالص، عشان تبقى برده ايه متابع الداتا بتاعتك افضل وشايفها قدام عينك. خامس حاجه بقى يا صديقي، وهي خاصه بالكتابه. فلنفترض مثلا ان احنا عندنا في التايم لاين جزء فيه كتابه تكست كده بالمنظر ده كده، والتكست عندنا مش تكست واحد، لا احنا عندنا سب تايتل على الفيديو كله، فازاي ان احنا نعدل كل الكتابه مره واحده من ان احنا نغير الفونت او نغير الستايل بتاع الكتابه نفسه. ففي الاصدار الحديث دلوقتي بتختار كل الفونتات بالمنظر ده كده، كل الفونت بتاعتك بالمنظر ده كده، هتلاقي عندك في الايديت تكست موجود عندك هنا، فانا هغير الفونت بتاعي هخليه كايرو، وهدوس على الفونت بتاعي كده هلاقي ان انا عندي الفونت اتغير في الثلاث تكستات بتاعتي. برضو ممكن اختار الثلاثه مع بعض كده واجي اختار في الابيرنس الافكت بتاعي او الستايل بتاعي، فانا مثلا هخلي فيه باك جراوند بالمنظر ده كده واعمل لها كيرف بالمنظر ده كده، فبلاقي عندي الافكت بيتغير فيه كله مره واحده. برضو ممكن اغير في السكيل زي ما احنا شايفين كده مع بعض، فبالتالي بقى عنده كله بيتغير بنفس المنظر. ولكن في الاصدارات القديمه عشان تغير التكست كله مره واحده انت ما بتعملش كده، انت بتخش عندك في الجرافيكس اند تايتلز بالمنظر ده كده وتختار على ريبليس فونتس ان بروجكت، فبيقول لك انت مستخدم في البروجكت بتاعك فونت اسمه كايرو بولد ثلاث مرات، عشان اغيره بتك عليه كده واجي هنا على ريبليسمنت فونت، هفتحه ده كده واختار الفونت اللي انا محتاجه، اي فونت انا محتاجه عربي، فنفترض مثلا الفونت ده كده وهتك على اوكي، فبلاقي عندي كل الفونتات اتغيرت. ونيجي على رقم 6 وهي الكلر ليبل، ودي مفيده جدا في ترتيب المشاريع الكبيره اللي هي بيبقى فيها التايم لاين مليان في حاجات كتيره، كتات كتيره وفي فوتج كتيره. فلنفترض مثلا ان احنا عندنا تايم لاين زي ده كده، عايز ابدا ارتب الداتا بتاعتي عشان ابقى عارف ايه هي الحاجات البي رول وايه هي الحاجات الاي رول اللي فيها كلام. ببساطه جدا ممكن ترتب كل داتا حسب التراك بتاعها، يعني التراك رقم 1 ده كده لو تلاحظ هو التراك اللي فيه الكلام ده، الاي رول بتاعي ده الشخص اللي بيتكلم فيه هنا. التراك رقم 2 ده كده ده هو البي رول بتاعي. برضو ممكن نيجي هنا على التراك رقم 2 ده كده، اي حاجه فيها بي رول ونعمل لها سيليكشن كده. وبرضو بص الفنيه دي برضو حلوه ليك، انت عايز تختار التراك كله مره واحده بدل ما تعمل سيليكشن كده بايدك مانوالي، هتلاقي عندك الاداه الثانيه دي على طول تحت السيليكشن تول، هي التراك سيلكت فورورد تول، دي بتختار فورورد وطبعا التحديه بتختار باكورد العكس. فانا هنا هختار الاداه دي كده وهاجي اختار التراك رقم 2، بص لاحظ معايا ايه اللي حصل،
اختار لي كل اللي قدام الاداه كله كده مع بعضيها، لا انا عايز اختار تراك واحد بس، فهنا هدوس شيفت فبتلاقي عندك الماوس الاداه بقت سهم واحد بس مش سهمين زي كده، دوس شيفت وتختار على التراك رقم 2 ده كده، فبالتالي اختار لك كل اللي في التراك رقم 2. دلوقتي كليك يمين على التراك ده كده وتختار ليبل وتختار مثلا اللون اللي انت عايزه، فلنفترض ان هو يلو كده، انت عارف ان اي حاجه باللون الاصفر في التايم لاين بتاعك هي بي رول في الفوتج بتاعتك. ولو انت فاكر ان انا جاي اقول لك كده بس، لا ركز معايا في حاجه اضافيه كمان. لو احنا كده جينا في التايم لاين ده كده وجينا مثلا عندنا هنا في الفوتج بتاعتنا والثلاثه فوتج دولت كده مثلا دول خاصين بالمشاهد بتاعه الشاطئ، فانا هخليهم بلون تاني، كليك يمين عندي واتك على ليبل واختار مثلا لون البلو. انا عايز برده في البروجكت بانل بتاعتي اللي فيها الداتا، لو انا كده جيت غيرت الفيو بتاعتي خليتها ليست فيو بالمنظر ده كده، هتلاحظ ان انا عندي الداتا اللي فيها الشاطئ اللي انا ملونها هنا بالليبل اللون ازرق عندي هنا اتلونت على طول باللون الازرق. عندك انت مش هتكون اتلونت، لان انت محتاج تعمل اختيار بسيط جدا، وهو ان انت بتيجي عندك في التايم لاين ديسبلاي سيتنجز ده كده هتك عليه كده وتختار شو سورس كليب نيم اند ليبل. الاختيار ده كده بيخلي لك ان اي حاجه بتلونها عندك في التايم لاين بالتبعيه بتتلون في البروجكت بتاعك، عشان تبقى عارف ايه هو اللي انت اشتغلت عليه هنا هو اللي اشتغلت عليه هنا، فالموضوع بيبقى منظم اكتر بالنسبه لك. ميزه قويه جدا في الليبل، لو انا مثلا ملون اجزاء عندي في التايم لاين بالشكل ده كده، اجزاء في كل حته مش جنب بعض، عايز اعمل عليهم تعديل في الاجزاء اللي متلونه باللون البرتقاني، فازاي اختارهم كلهم مره واحده من غير ما ابدا ان انا اختارهم كده واحده واحده وبشكل يدوي؟ طبعا هياخد مني وقت طويل جدا. لكن دلوقتي بما انهم متلونين بلون واحد، فكل اللي عليا اعمله ان انا اختار اي جزء فيهم بنفس اللون. مثلا نيجي هنا كده ونتك كليك يمين ونيجي على الليبل ونختار سيلكت ليبل جروب، هلاقيه بكل بساطه اختار لي كل الحاجات المتلونه بنفس اللون اللي انا دوست عليه. ولكن خلي بالك الاوبشن دوت مش بيشتغل وانت مختار الاوبشن بتاع شو سورس كليب نيم اند ليبل. لو انت مختار الاوبشن ده كده وجيت مثلا في اي وقت من الاوقات عايز تلون الجزئين دولك كده، كليك يمين ليبل ونختار مانجو مثلا، هتلاقي ان هو هنا اختار لك لون لك كل الكليب الفيديو كله، ما بيفرقش ما بين قطعات ومش قطعات، لا هو اي حاجه بالاسم بتاع الكليب دوت اتلونت بنفس اللون. فدلوقتي مش هتعرف تعمل اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه، كنترول زد كده وهنلغي الاوبشن ده، ودلوقتي تلاقي الالوان عندك موجوده ان انت ممكن تلون اي قطعه عادي جدا، فحسب انت محتاج انهي ميزه في الليبل تقدر ان انت تشغل الاوبشن دوت او تطفيه. المهاره رقم 7 ودي بقى حلوه جدا ليك وهتفرق معاك في مستوى شغلك، وهو الصوت. لو انا مثلا عندي فيديو زي ده كده، فيديو شخص بيتحدث فيه بيتكلم فيه بالمنظر ده كده، فبالتالي عندي التراك رقم 1 ده كده فيه صوت، فمستويات الصوت في اغلب الاوقات ما بتبقاش واحده، الليفلز ما بتبقاش واحده، ففي اختيار بسيط جدا وجميل جدا هو ان انت بتختار كل الكليبات بتاعتك اللي فيها كلام. ولسه متفقين من شويه ان انا مش هختار بايدي مانوالي، انا هختار بالاداه اللي هي تراك سيلكت فورورد، دي الشورت كات بتاعها زرار الاي، انا بدوس على طول على الاي وهاجي هنا انا عايز اختار التراك رقم 1، هدوس شيفت واختار كده اخترت التراك رقم 1 كل حاجه فيها كلام. هنا هدوس على كليك يمين واختك على اوديو جين، او الشورت كات بتاعها زرار الجي على طول دوس عليها كده فبيفتح لك الاوديو جين، فبنختار الاوبشن بتاع نورمالايز ماكس بيك 2 ونخليها على زيرو ديسبل ونتك على اوكي. دلوقتي هو بيعادل كل الليفلز مع بعضيها عشان تبقى كلها نفس المستوى ويبقى الصوت بتاعك افضل بكتير. برده من نفس المكان ممكن تعلي الجيم بتاع الصوت بتاعك، لو دوست زرار الجي او ان انت تعمل كليك يمين كده على الفيديوهات بتاعتك او الكليبات بتاعتك وتك على اوديو جين، فممكن تعمل ادجاست جين باي وتعلي الجيم بتاعك مثلا 3 ديسيبل 2 ديسيبل حسب ما انت سامع وتشوفه مناسب بالنسبه لك كويس ولا لا. والفنيه رقم 8 معانا وهي خاصه بالسلو موشن. انت كان عندك فيديو انت محتاج تعمل له سلو موشن، ولما بتعمل له سلو موشن الموضوع معاك بيبقى مقطع مش افضل حاجه، مش بيبقى ماشي ناعم، وده لان انت بيبقى عندك الفريم بير سكند بتاع الفيديو بتاعك نفس بتاع السيكونس اللي انت شغال عليه، فبالتالي الاثنين زي بعض. لو عملت سلو موشن للفيديو ده، الفيديو ده 30 فريم بير سكند والسيكونس اللي انا شغال عليه 30 فريم بير سكند، فبالتالي هيبقى في فريمات ناقصه لو انا خليت الفيديو بتاعي ممطوط لان الفريم بير سكند بتاعه مش عالي. كل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي ان انا اعمل سلو موشن عادي جدا، فهاجي عندي في الاداه اللي هي اسمها ريت ستريتش تول او الشورت كات بتاعها زرار الار، اختاره كده وهاجي همط الجزء ده كده بتاعي شويه، فبالتالي انا بقى دلوقتي عندي السلو موشن دوت، ولكن بص بيقطع بيفليكر معايا بالمنظر ده. بعمل ايه بعد كده؟ بتك على الكليب بتاعي كليك يمين كده واجي عندي في التايم انتربشن واتك على اوبتيك
فيرتيكال فلو، فهو بيبدا ان هو يزود فريمات في النص عشان يخلي لك في الاخر المنظر بتاعك سموث جدا وناعم. والفنيه رقم 9 معانا على قد ما هي بسيطه جدا على قد ما هي هتريحك برده بشكل كبير جدا، وهي ان انا مثلا عندي تكست صوره ايا كان عندي في الفيديو بتاعي عايز ان انا ابدا احركه في الفيديو بتاعي، ولكن عايز ابقى متاكد من مكان التكست بتاعي ده فين. فانا كده لو جيت اخترت التكست بتاعي وابتديت ان انا احركه، لاحظ معايا في عندي خط كده بيظهر لي في النص كده بيقول لي انت كده في النص بتاع الشاشه بالظبط، ولو طلعت فوق شويه هيعمل لي خط برده فيرتيكال كده يقول لي انت النص بتاعك الشاشه بتاعك هنا بالظبط. نفس الكلام برده لو رحت كده ناحيه اليمين هيقول لي انت كده وصلت لاخر الشاشه من ناحيه اليمين، ولو كده انت وصلت لاخر الشاشه من ناحيه الشمال. الخطوط ديت او الجايدز ديت بتظهر ازاي؟ هي مش هتبقى ظاهره عندك، بتظهر ازاي؟ بتيجي عندك هنا في الفيو وتتك على سناب ان بروجرام مونيتور. والفنيه معانا رقم 10 ومش الاخيره، انا سايب لك فنيه برضو اضافيه هديه برضو هتنفعك جدا في الشغل بتاعك. ودلوقتي لو انت مثلا عملت تعديلات على فيديو معين وعملت عليه شويه افكتات كده وعايز تنقل كل التعديلات دي كلها مره واحده لفيديو تاني او مجموعه فيديوهات تانيه بدل ما تقعد تعملهم من الاول وجديد كل مره تانيه. دلوقتي مثلا لو احنا عندنا فيديو زي ده كده انا عملت له دايره وعملت له افكت الفيديو اللي تحتيه ده الكليب اللي تحتيه دوت عملت له افكت اللي هو تراك مات كي عشان يبقى دخل جوه الفيديو اللي هو في التراك رقم 8 زي ما احنا شايفين ده كده، دي دايره عاديه جدا. فانا عايز اعمل نفس المنظر ده على الفيديو ده ببساطه جدا، انا هاخد كوبي من الدايره بتاعتي يدوس الت واعمل لها دوبليكيت كده شد، فانا كده بعمل دوبليكيت وانا دايس الت وبشد التراك بتاعي واسيب وهخليها بطول الفيديو بتاعي او الكليب بتاعي بالمنظر ده كده. كل اللي عليا اعمله دلوقتي ان انا هاخد نفس التاثيرات اللي في الفيديو ده احطها هنا، بس انا مش عارف الفيديو دوت فيه تاثيرات ايه بالظبط، اخش اختار ايه من الافكت كنترولز؟ ما تشغلش دماغك خالص باي حاجه زي كده. كل اللي عليك تعمله ان انت تدوس كنترول سي او تتك كليك يمين تعمل كوبي لكل الكليب كده، كل الكليب معمول معاك. عايز دلوقتي تعمل له بيست، بس ما تعملش بيست للكليب، تعمل بيست للاتريبيوتس. اتريبيوتس اللي هي ايه؟ التعديلات دي اللي احنا بنقول عليها. تك كليك يمين وتيجي هنا عندك تك على بيست اتريبيوتس، وهنا هيقول لك ان انت متعدل في الفيديو دوت كده، حتى محطوط عليه الافكت بتاع التراك مات كي. اي حاجه معموله في الفيديو والاوديو هتعمل لها بيست، هتقول له اوكي، هتلاقي هنا ببساطه قام عمل لك نفس المنظر اللي كان هنا هنا مره واحده. وقيس على كده بقى اي حاجه في الفيديو بتاعك، لو انت غيرت السكيل او بوزيشن او اي حاجه اديت لها افكت، عايز تنقل نفس الحاجات دي من فيديو لكل الفيديوهات اللي معاك تعمل لها بيست اتريبيوتس. اخر حاجه بقى معانا وممكن تكون حل المشكله انت وقعت فيها قبل كده ومش عارف هي بتحل ازاي. مين فينا قبل كده هو شغال في البريمير حصل معاه ايا كان اللي حصل وشاف المنظر ده قدامه اللي هو الصوت او الصوره ما بقتش متسنكه مش ماشيه مع الصوره بتاعتها؟ لو كده عملت بلاي الصوره بتاعتي، لو عملت كونتنت هتلاقي ان في فرق وفي العلامه اللي واضحه قدامك دي كده بيقول لك ان في الصوت والصوره مفارقين عن بعض. بنحل الموضوع ده بمنتهى البساطه، كليك يمين كده على الرقم ده كده وتلاقي عندك اسمها موف انتو سينك، يعني حرك لي دي خليها تمشي مع سينكرونايزيشن دي. فيجي واحد يسالني برضو ايه الفرق ما بين موف انتو سينك او سليب انتو سينك؟ موف انتو سينك من اسمها كده اللي هو حرك دي حطها زي ما هي كده على دي، لكن سليب انتو سينك لو دوسنا عليها كده هتلاحظ ان هو هنا حافظ على نفس الاثنين مع بعض ولكن حرك التراك من النص بحيث يبقى الكليب الصوت دوت ماشي مع الصوره ديت في لحظتها. فلو عملت بلاي هتلاقي ان الصوت ماشي هنا مع الصوره في لحظتها، ولكن الاجزاء اللي كانت فاضيه هنا او هنا ديت هو ما عملش فيها اي حاجه، هو سايبها زي ما هي، هو بس سنك الصوت مع الصوره في الجزء اللي موجودين مع بعض فيه بالظبط. لو انت بقى عايز تزود الجزء ده او الجزء ده، لو كده جيت مثلا على الفيديو واتكيت كده بالعادي بالسلكشن تول وشديت هتلاقي ان هم عشان معمل لهم لينك مع بعض بيتحركوا مع بعض. ممكن برضه تعمل فنيه حلوه جدا ان انت تدوس على زرار الالت وانت بتعمل بالسلكشن عشان تقول كده بتزود او تقلل التراك بتاعك، دوس على الالت وتحرك كده، لاحظ معايا انت اتحركت بتراك الصوت بس عشان انت دايس على الالت، فهو الالت ده بيفصل لك للحظات وانت دايس على الالت اللينك ما بين الاثنين. لو كده جيت اخترت وتشديت او كبرت او صغرت هتلاقي اللينك شغال عادي. لو انا عايز اعمل نفس الفكره في الصوره من هنا دوس على الالت وشدها كده وبالتالي بقى عندك التراك متسنك مع بعضه وكامل من ناحيتين تمام جدا. ده لو انت مش عايز تعمل كليك يمين وتعمل لهم انلينك عشان ما تخسرش اللينك ما بين الصوت والصوره. وبكده يا صديقي انت عرفت اكتر من 10 فنيات في برنامج البريمير والمونتاج، وان شاء الله هيساعدوك جدا في الشغل بتاعك. وانا عايزك تقول لي برده في الكومنتات كنت عارف كام فنيه من اللي احنا قلناهم مع بعض دولت في الفيديو، وايه اكتر فنيه من اللي احنا قلناهم عجبتك وهتستخدمها في الشغل بتاعك. ولو عجبك الفيديو دوت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وشير الفيديو دوت، ابعته لكل الناس اللي انت شايفها ممكن تكون مهتمه في مجال المونتاج وممكن يفيدهم باذن الله في شغلهم. ومنتظر اشوفك الفيديو الجاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.